خاصة
تعمل حاجة يعني تؤثر على مسيرة بناء القوات المسلحة، وكان بيتم في أصعب الظروف، وبيتم يعني استمرارية وإصرار شديد جدا. يعني مثله عودة الفريق محمد فوزي بما يعلمه من القوة الانضباطية الكبيرة جدا، وبكل القوات اللي هم كانوا بينزلوا في كل ساعات ليل ونهار لمتابعة التدريب ومتابعة الخطط وإدخال العناصر اللي هي حملت المعدات إلى كل أفرع القوات المسلحة، مش بس الحاجات اللي هي يعني تحتاج إلى معدات، لا كان على الكل. والجيش كان وصل من تعداده إلى رقم ضخم جدا، ربما 600,000 أو 700,000 زملائنا في العسكريين يعني. فالسادات بعد ما أدار عملية العبور، وأعتقد أنكم سمعتم عنها الكثير، كان لازم يقول لنفسه طيب نحن عبرنا هنعمل إيه؟ هل سوف تستمر الدولة فيما كانت عليه أو تنطلق الطاقات التي كلنا نشعر بها في الشعب المصري وتستمر ليس تحت سيطرة الدولة ولكن ربما على مرأة ومسمع من الجميع؟ فمن هنا نجد أن السادات والناس على دين ملوكهم نحى الدولة وسياسة الحكم منحى غربي عشان يبعد عن الناحية الاشتراكية لسببين، لأنه كان في تصوره أن الغرب هو اللي عنده مفتاح المشكلة، ولأنه برضه كان يسعى أن مصر لازم تقرب من المسار الغربي في الاقتصاد. المسار الغربي في الاقتصاد في حرية التجارة وحرية يعني التعامل الاقتصادي، فكان لازم يفتح البلد. طيب يفتحها ازاي؟ يفتحها باشراف الحكومة ولا بدون اشراف الحكومة ولا بتساهل؟ انا في تقديري انه فتحها بتساهل، ناتج عنده سلبيات. الناس قالت ان الفتح ده سلاح فلاح، والناس واحنا ضعنا والامور ساءت ولا حكم، لكن دي كانت الامور للتحرك بتاع قوى الشعب كاملا. يعني اكبر مثل لها طريق الصحراوي بالمصر الاسكندرية، كان كله صحراء الواحد لو مشي فيها يمكن ينام من الملل والرتابة اللي شايف قدامه وغيره. لما السادات خد قرار وقال والله الأرض متاحة، اللي عايز يشتري يشتري، كان فاتها ب50 قيمة ولا حاجة ما يدفعهاش دلوقتي، يزرعها ولو زرعها واستثمرها احنا هنملك هذا. فانتفع ناس كتير جدا، وأصبح الطريق الصحراوي دلوقتي لا نكاد نعرفه من الطريق الصحراوي. ده تطور رهيب، لو كانت الحكومة هي اللي يعني تخطط له عمره ما كان يتم بالشكل ده. وأيضا بالطريقة اللي تم بيها دي ما نقدرش نقول إن هو تم بجودة أو بكفاءة أو بنقاء 100%، لازم كان فيه بعض الشوائب أو بعض الخروج أو بعض الأخطاء، لكن النتيجة العامة هو مكسب ضخم جدا تحقق لأعداد كبيرة جدا من أفراد الشعب المصري. برضو ده أغرى بعض الناس المصريين لما كانوا في الخارج إنه يستفيد، الناس المصريين لما كانوا بيقفوا في أساس الجامعة في حرب الاستنزاف، نروح نقف في الطابور عشان ناخد الجمعية في كيس بلاستيك فرخة أو فرختين، كل الناس. والحقيقة الفترة بتاعت الاستنزاف ديت يعني أنا بقول إن مصر تكون فيها زخم إخلاص وطني وتفاني في العمل يعني ليس له حدود، والواحد بس يزعل لما نتأمل كده فيما حدث إن هذا الزخم لم يستمر. حينما حدث الانفتاح أو يعني السياسة التحرير السياسة، فأصبح كل واحد بيتحرك عشان يحقق ذاته أو يضمن لنفسه اي مصدر. استتبع ذلك ان في شركات اجنبيه بعت ناس عشان تستفيد من ده، وكانوا حتى بيجي يقول لك كان في شركات مش عارف فرنسيه تقول هنجيب لك تعمل طوب عشان المباني، هنجيب لك دراسه الجدوى ونجيب لك المكن ونجيب لك كذا ونجيب لك القرض من البنك، والبنك كان بيدي القرض لاي حد. وبعدين برضه سياسه المدن الصناعيه بدأها السادات في 10 رمضان و6 اكتوبر، بدأت يعني بإتاحة شديدة جدا للناس
لدرجه ان الناس كانت بتروح وناس تقول لك تروح تعمل ايه ترمي فلوسك. وفضلت فتره طويله جدا الناس كلها تقول عليها مدينه اشباح، لكن كان لازم يتم ذلك عشان يتغير المفهوم المجتمعي المصري فيما يتعلق بالنواحي الاقتصاديه والسياسيه. يمكن هم اتكلموا عن السادات يعني التخطيط بتاعه والرؤيه بتاعته، انا اصل واقفه بس هي يمكن هي ربما وقفتين. انا كنت مستشار ثقافي في لندن في السنه اللي هو اظن رايح امريكا فيها ووجهت، وبعدين كان برضه يمكن سنه قبل ما نموت سنه ولا اثنين لان انا كنت 79 هو جه في اخرها يمكن. ففي مؤتمر صحفي قال جيل كده قال والله احنا مش عارفين الامريكان عايزين مننا ايه، احنا عملنا لهم كل اللي هم بيقولوا عليه ورغم كده ما حدش بيساعدنا نحل المشكله دي، عايزيننا نعمل ايه؟ ندخل حلف الاطلنطي؟ ندخل حلف الاطلنطي بس اللي نشوف منهم حل. فطبعا بعد ما قال انا مستعد اروح اي مكان في العالم ليست حتى عشان احل ده بصراحه، فلما قال حلف الاطلنطي دي كلها ارتبكت. فأنا كنت في المركز الثقافي لنا علاقة بالصحفيين بيه عشان الأنشطة الثقافية، فكون كلهم بيتكلموا في التليفون حكاية حلف الأطلنطي حكاية حلف الأطلنطي. كان السفير في ذلك الوقت ربما كان حسن أو سعد أو سميح أنور، فالمهم كان رجل تاني سعيد السفير في وزير الصحة، هو بعد كده تحرك وأصبح سفير في الكويت وبعد سفير في الدول العربية. فتاني يوم الصبح بسأل بقول له الناس كلهم بيسألوني ايه حكايتها في الأطلنطي؟ قال لي احنا ما لناش قول ليه مصر ومش وأوروبا وروسيا وأفريقيا وآسيا بيقول لي ايه حكايتها في الأطلنطي؟ ايه حكايتها في الأطلنطي؟ مش عارفين نرد عليهم. لغاية النهارده الصبح في الفطار بنسأل الرئيس يا ريس ايه حكاية الحلف الأطلنطي؟ فقال لهم تفتكروا ايه؟ ما يعرفوش حاجة. فقال لهم ايه؟ وقتوا فاكرين ان الأمريكان يهمهم حل مشكله الشرق الاوسط؟ الامريكان يهتموا بالاكل للكلاب والقطط، ده الكلام بتاعهم، اكثر من كل الناس في الشرق الاوسط. عشان اخليهم يستمعوا لنا او يحسوا بينا انا قلت ان احنا ندخل حلف الاطلنطي. لكن من غير ما مش هنقدر نوصل الى الساسه او الشعب الامريكي عشان يستمع لنا ويقول ان في مشكله. الحكايه دي يعني بتعكس ازاي هو الرؤى بتاعته كان بيخطط وهو يعلم ان هو طبعا هو جه اكتر واحد من سفراء الثوره كان عنده خبرات المهنيه والحرفيه واندعم في حاجات كثيره واتسجن والى اخره، فكان عارف يعني مسالك ودروب في الحياه اكتر من اي حد تاني، فكان باستمرار عنده رؤيه تختلف عن اي حد تاني من الموجودين معاه، وكان هو يراها يعني ولا يعني يخجل من هو ينفذها فورا. يعني لما قرر ان هو الخبراء السوفييت دول يمشوا الامريكان قال ده لو كان بس قال لنا ان هو هيمشيهم كان طلب منا اي حاجه كنا نعملها له، لان هو باذن يوم كده للسفير وفضل كلام الناس بتوعك مش عايز خالص. كان فيه حتى خبراء ما لهمش علاقه بالجيش في الحليب بتاع المحرره وكان فيه مشروع وطابور وما لهمش علاقه، لكن قال لهم تمشي قالوا الكل يمشي ومش كلهم. فهو كان في ذهنه حاجه عايز يوصل لها ويخطط لها. برضه من الحاجات اللطيفه كان هو في زياره في امريكا والمبعوثين قعدوا معاه وقالوا له المرتبات والى اخره. فسأل المستشار الثقافي كان الدكتور عزام قال له هم عايزين ايه؟ قال له عايزين 20%. قال له طب ما خلاص زياده في المرتبات زودهم 20%. وبعدين في اخر الجلسه كده قال ايه؟ قال يا اولاد انا بتوع 20% لكن احنا عندنا خير كتير قوي. احنا هنزودكم 100%. ما تشوفوش همنا اي حاجه خالص بس انتوا خلصوا وتيجوا واحنا يعني بنرحب بيكم. الرؤيه دي بتاعت السادات خلت كل واحد يعني يبقى في دائرته الصغيرة ودائرته المتوسطة والكبيرة، المتوسطة بين زملائه وأكرامه، الكبيرة بين أبناء بلده بيفكروا نعمل إيه عشان نستفيد من ده. وأنا يمكن أذكر إن في فترة من الفترات كان كل ما ثلاثة أربعة يقعدوا في مصر يقولوا إيه؟
تفكيرا بالمشروع. ليه المشروع ده معناه ان الشركه ما كانوش بيقولوا ان الشركه بتتقرض، يقول لك تعمل مشروع. احنا سميناه مش عارف العمارات بتعوز المنيوم، وفي شركه بتعمل الميتال بتيجي ناخد منها، او ده في ناس بيعملوا مش عارف عصايه ولا حاجه نشتغل فيه، او في ناس بيعملوا طوب، او في ناس بيعملوا كذا. الحركه دي ناحيه كل واحد يشوف مشروع، ممكن انا في رايي دي من اهم الايجابيات وبدخول الظواهر اللي حصلت يعني مع الرئيس السادات، واللي اثرت ايجابيا في مسيره مصر بعد ذلك. وفي تصوري ما كانش ممكن تحصل الا فتح الباب عشان الناس كلها تخرج، وبعد كده يبدا عمليه التنظيم اللي بدات فيما بعد يعني الرقابه الاداريه هو لغاها بعد رجع الثاني، ولغاها عشان الناس تشعر بان الناس تشتغل، مش عايزين حد يعطل الناس يعني يقول لك ما تسيبهم يشتغلوا، انت عايز منهم ايه؟ ده كان المنطق السائد. والبنوك ادت قروض، وبعض القروض كان كويس وبعض منها كان وحش. هو ده الحركه اللي انت بتخلي الناس تشتغل، ان لو خليت واحد يشتغل وفي قروض لو غلط هيحاسب، هيبقى تخلق حاله تخوف من ارتياد المجهول، والقطاع الخاص والحياه المصريه كلها في مستقبلها كان ارتياد للمجهول. انا اعتقد ان السادات في الناحيه المدنيه نجح فيه ربما بنسبه 70%، 30% دول كانوا مرتبطين بالناس اللي هم كانوا عندهم يعني بدون خوف ولا او تردد. انا اذكر مثلا لما رحت وزاره الصناعه ولايه الاستثمار عندنا زملاء خريجين بتوع كليه الهندسه، فبنلتقي كل شويه كده فاقول لهم ايه ده في مزايا كتير قوي، مشروعات تاخد ارض وقرض بسيط وافاءات، تلموا نفسكم تعملوا شركه. يستخدموا الذكاء بتاعهم في انه يفكر طب وفي بقى حصل مش عارف ايه، ويجيب احتمال فشل بتاع 5% كلنا هنروح السجن، فينتهوا هم قاعدين زي ما هم. يعني جزء كبير جدا من الناس هم حققوا الكيانات الاقتصاديه الموجوده حاليا ديت كان عنده استعداد لمخاطره بياخدها، واتعلم انه ياخد المخاطره دي. انا تاني برضه من اداء السادات لما اخذ المخاطره في ان هو يعمل الحرب ويحقق النصر بالطريقه اللي هو عملها بيها. ما ننساش طبعا ان هو بورسعيد فتح منطقه حره وداله ترخيص والى اخره، رغم انها كانت حاجه غريبه في الجسد الاقتصادي او النظام الاقتصادي، وبقى فيها مشاكل كتير لحد دلوقتي، وخلقت يعني نوعيات من الانشطه يدي ناس كتيره لا تستريح لها. انا اكتفي بهذا القدر لان انا ارجو ان يبقى في وقت للتفاعل، لان بصراحه انا جيت المحاضره اللي فاتت وقعدت فتره طويله وكنت منتظر برضه يبقى في تفاعل مع الحاضرين، بس ما حصلش، وانا ارجو ان احنا يعني يبقى في فرصه للتفاعل. واشكركم على حسن الاستماع. الدكتور احمد سيد ومشكور هذا بحيث قطعا عندهم قدره على التحدث اكثر مني واعمق مني في هذه المسائل. شكرا جزيلا. اشكر الدكتور ابراهيم حوشي تفضل به من الخلاف في هذا الموضوع. والحقيقه نود ان نقول ان فتره السبعينات خلال رئيس انور السادات حقق اكبر معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي في مصر في هذه الفتره من سنه 74 الى 82 تقريبا، كان اكبر معدل نمو تحقق في مصر خلال فتره اكثر من حوالي 10 سنوات، وكان اعلى معدل نمو كان 9.6 سنويا خلال هذه الفتره. يسعدني ان اقدم الان ثاني مداخله للدكتور احمد زايد. مساء الخير، واشكر استاذي يعني سعيد جدا بالاستماع لمداخله الاستاذ الدكتور ابراهيم. وانا عندما نعيد الحديث عن السادات، اولا سعدت جدا لانه رغم اختلافنا يعني حوله، الا ان المسالك التي سلكها والقرارات التي اتخذها تركت تاثيرا كبيرا على حياه المصريين وعلى
قيامه على تكوينه الاجتماعي دايما طلع من المداخله الجميله للاستاذ الدكتور محمود. اولا انا هبدا كلامي بان انا اتحدث عن السادات من الناحيه الفكريه او من الناحيه السياسيه. السادات والمجموعه التي ينتمي اليها الضباط الاحرار كان يطلق عليهم لم يكونوا من الضباط العاديين، يعني ليسوا من الذين يملكوا القوات العسكريه وحشد، ولكنهم كانوا منخرطين في السياسه ومنخرطين في الفكر ومنخرطين في القراءه ومهمومين بالوطن يعني بشكل كبير جدا. وانا اتذكر انني قرات في بدايه السبعينات مقال كتبه احد علماء الاجتماع السياسي عن الضباط الاحرار، ووصفهم بانهم مثقفون يعني يرتدون البوصله العسكريه، يعني انتلجنسيا اليونيفورم، ده كان عنوان المقاله. فهم يعني ليسوا من الضباط الذين يعني يكتفون بحرفيه ومهنيه عسكريه فقط ولكن. ومن الناحيه الاخرى عندما نحلل ونفكر في طبيعه التكوينات التي ظهرت في كثير من دول العالم الثالث فيما بعد انحسار الاستعمار، فاننا نصف هذه الفئه من الناس اللي ينتمي اليها السادات بانها نخبه ما بعد الاستعمار. وهذه النخب لها خصائص معينه، يعني في كل البلدان لها خصائص وفي مصر لها خصائص معينه. هذه النخبه اولا كان العسكريه مسيطره عليها بشكل واضح جدا. كان فيها رؤى فكريه مختلفه، يعني ما كانش فيها انسجام داخلي. كل جماعه منهم بتتبنى تيار، البعض ينتمي الى اليسار اكثر ويميل الى الاشتراكيه، والبعض يميل الى التطرف اليميني، والبعض يقف في المنتصف، ولم يكن بينهم فيهم في داخلهم انسجام. وكان ايضا من اهم خصائص هذه النخبه انها كان في دائما شعور بالنزعه القوميه او النزعه الوطنيه، وانه هذه النزعه الوطنيه جعلت الكثيرين منهم يعني يطورون في عقولهم صوره للوطن كما لو كانوا هم الذين يمثلون الوطن، هم الوطن والوطن هم، يعني هذا التوحد بيسموه التوحد مع الأمة. يعني هذه الجماعة من النخب السياسية النخب ما بعد الاستعمار كان عندها هذه الخصيصة إنه يبقى الواحد منهم هو الأمة، يعني لأنه عنده قناعة بإنه هو كافح من أجل البلد وضحى من أجل البلد، ويعني فيجب أن يكون له تقدير الخاص ويجب أن يكون له. فكان يظهر دائما انه لما اتكلموا عن البلد اتكلموا عن يعني كما لو كانوا هم الامه والامه هم. وهذه ليست خصيصه سلبيه في كل الاحوال، بل هي ايجابيه، لانه لما يتصور انه هو الامه فهو يدافع عنها، وان كان لها بعض التصورات العكسيه التي حتى رايناها في حكم السادات، لما اي كان واحد يشتم المصري يتكلم عنه فكان يتهم انه هو بيتكلم عن مصر، يعني الناس اللي بيتكلموا عن مصر الناس اللي بيعيشوا الناس اللي بيغلطوا في مصر، يعني هو فانا اعتقد ان يجب ان احنا نحط كل هذه الاعتبارات في اذهاننا ونحن نقيم الجوانب الاجتماعيه والسياسيه فيما بعد الانفتاح الاقتصادي اللي هو عمله. وانه هو نفسه في تميزه داخل جماعه الثوره كان عنده خصائص شخصيه، منها مثلا البحث الدائم عن الذات، واحد عنده تجدد، يعني وواضح من كتابه البحث عن الذات في تاريخه ومسيرته دائم البحث عن دور جديد، عن رؤيه جديده، عن فكره جديده، عن تدخل جديد. كان يعني عنده قدره شديده جدا على ما يسمى ايضا في علم السياسه بالاختراق، البريكسو، اللي هو يعمل قرارات فيها ركه فيها خطه، يعني يعمل البريكسو الذي والبريكسو في وظيفته في التغير الاجتماعي مهمه جدا، لان هو اللي بيكسر الرتابه، وهو الذي يحول المجتمعات من حاله السكون الى حاله الحركه. وهو واذا تاملنا حتى كل القرارات التي اخذها بهذا الشكل، البريكسو اللي عملها في بعد حكمه مباشره في الحركه التي سميت حركه التصحيح او حركه 15 مايو، ثم الحركة ثم بعد ذلك ما سمي الاختراق الكبير اللي عمله في قرار الحرب، ثم الاختراق الكبير اللي عمله في قرار
الزيارة لإسرائيل وقرارات الاقتراحات اللي كانت بيعملها ده شرق الحفر الأطلنطي اللي أشار إليها الأستاذ الدكتور معين. والاختراق بقى الأكبر منه اللي هو تحويل مصر اختياره بقى بدأ ينطبق اختياره الواضح جدا إن هو وعلى فكرة لما بيجي يقرر يعني يقيم هذا الاختيار الاقتصادي السياسي اللي عمله بإدخال مصر في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحويل مصر إلى دولة فيها نيترالية وفيها رأسمالية من ناحية اقتصادية بحتة يعني نتكلم ليست سياسية، فيها تحرر اقتصادي، فيها دولة ترفع يدها عن المجتمع، دولة دورها بيتقلص بشكل كبير جدا ويضرب المجتمع يحمي ويتحرر، رغم انه هذا القرار انتقد كثيرا وانا نفسي في بعض كتاباتي انتقدته وكتبت عنه بقسوة شديدة، ولكن يبدو انه كان مطلوبا في هذا الزمن، انه فكرة القومية كانت بدأت تحتضر، يعني فكرة القومية نفسها حتى في الوطن العربي كانت بدأت تتقلص، والعالم كله كان بيميل إلى تغيير ثوب وتغيير الرأسمالية كانت بتميل حتى النظام الرأسمالي العالمي بيميل إلى تغيير وجهه، فكان من الضروري إن احنا نتحول شوية إلى الليبرالية، ولكن هذا التحول لم يكن منضبطا بشكل كامل، يعني هو ده المشكلة اللي وكان مرتبط بزيادة سكانية هائلة، يعني رغم النمو الاقتصادي الكبير اللي أشار إليه معالي الوزير نمو كبير جدا في الفترة، ولكن سكان مصر على فكرة تزايد يعني تضاعفوا خلال 50 سنة اللي فاتوا أنت بعتها من مرة كتير، يعني تضاعفوا بشكل وازدياد كبير جدا لحركة الهجرة وحركة التبادل السكاني ضخم جدا، كان مطلوبا التغير ولكن لم يكن منضبطا كما قلت، وكان في زيادة سكانية هائلة والطلب على الطلب والخروج حتى من التقشف الذي كان موجودا في حقبة الستينيات وفترة النكسة وكده إلى هذا يعني والوعود الكبيرة اللي خلت الاستهلاك زاد بمعدلات كبيرة، فيمكن دي تكون هي التي خلقت المشكلات فضلا عن أنه لم تكن هناك منظومة للقيم متماسكة تدفع الناس إلى قدر من الانضباط بحيث أنه هذا التحول يؤدي لمصر فعلا إلى أن هي تعمل الاختراق الحقيقي للاقتصاد، ما عملتش الاقتصاد. رغم أن في نمو اقتصادي عالي ولكن بل بالعكس أنه هذا الانفتاح الاقتصادي أدى إلى آثار إيجابية ولكن في آثار سلبية، وأنا سوف أشير في ما تبقى من كلماتي إلى بعض التغيرات التي تركها هذا الانفتاح من الناحية الاجتماعية. أول حاجة خلق فئة جديدة من رجال العمل، يعني شكل الجماعة رجال الأعمال اللي كانوا قبل الثورة كانوا من الرأسماليين اللي أصحاب ملاك الأرض، يعني من عندهم ملكيات زراعية وكان في أو المنطلقين في التجارة بشكل عام، وبعد الثورة الجماعة دي تخلصت إلى حد كبير وكانت يعني دورها محدود جدا في المجتمع الاقتصادي، بدأت تظهر هذه الجماعة الجديدة من رجال الأعمال اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي واللي استمرت على فتره طويله قدامنا وتكونت، وبصرف النظر عن الموقف الايجابي او السلبي لهذه الجماعه وطريقه الانقراض الاقتصادي الذي تدخل فيه وطبيعه الانشطه التي تدخل فيها وطبيعه انما عملت رسالات، بس هذه الرسالات تحتاج الى تقييم وتحتاج الى وقفه وتحتاج ان احنا نساله ونسال نفسنا هل النشاط الاقتصادي الذي سلكته والانشطه الاقتصاديه التي انخرطت فيها هذه الجماعه يعني تؤدي الى، وانا اعتبر ان هذه الجماعه هي جزء من الطبقه الوسطى في مصر، لا توجد طبقه برجوازيه بالمعنى الذي وجد في المجتمعات الغربيه، لانه في المجتمعات الغربيه في طبقه برجوازيه عندها مسؤوليه وعندها رؤيه للحياه وعندها رؤيه للتحقيق وعندها رؤيه للمجتمع، وهي التي حملت هم النمو وهم التقدم في المجتمع بأسره. احنا هذه الطبقه لم تشكل طبقه وانما هي مجموعه من الطبقه الوسطى استغلت الظروف التي اشار اليها الاستاذ الدكتور ابراهيم، انه كل واحد يعني عايز ياخد ارض ياخد عايز ياخد ارض ياخد، استغلت هذه الظروف وقفزت هذه القفزه الكبيره جدا اللي خلقت منها فئه من داخل الطبقه الوسطى ولكنها ارتفعت الى اعلى قليلا، ولكن هي ظلت باخلاقيات الطبقه الوسطى وبقيم الطبقه الوسطى وبطرائق الطبقه الوسطى حتى في العالم. ولعل اهم تغير حصل بعد كده هو عن الطبقه الوسطى نفسها، ان هي الطبقه الوسطى هذه التي
كانت في الستينات طبقة هي التي تحكم وهي التي تدير وهي التي تتضخم بشكل كبير جدا بحيث انه يعني اصبحت طبقة عريضة جدا وكبيرة جدا بدأت وكان فيها قدر كبير جدا من التجاوز. سياسة الانفتاح الاقتصادي أدت إلى تخلفل هذه الأمة، لم تؤدي إلى إلغائها تماما كما يذهب البعض، إنما هي أدت إلى أنه يحصل فيها جماعة من رجال الأعمال يطلعوا فوق شوية، الكثير من الناس ينزل تحت الفترة اللي بعد السادات أكدت ده بشكل واضح جدا، وظلت فئة الجماعات المهنية بتلاقي حالات كده متخصصين في المهن المختلفة في المنتصف، أصبحت هذه الطبقة الهوية بتاعتها التي كانت هوية واحدة أصبحت هوية فيها قدر كبير جدا من التشظي، فيها قدر كبير جدا من التفتت الداخلي، فيها قدر كبير جدا من الرؤى الغير متقابلة والغير قادرة على حتى أنها تلتقي، والغير قادرة على أن تتفق، والغير قادرة على تطوير أفكار يعني متشابهة يمكن أن تقول المجتمع. وهذه الطبقة أيضا فشلت في تكوين مجال عام للنقاش الحر البناء القادر على الى الان موجود هذا الخلل، انه ما فيش المجال العام الذي تشكل عبر هذه الطبقه كان مجال عام فيه قدر كبير جدا من التشوه، في قدر كبير جدا من الـ يعني الـ العجز عن بلور الاقتصادي العام بشكل دفين. من أهم الآثار التي تركها هذا التغير التمدد الحضري الكبير جدا. مصر سكان الحضر بدأ يقفز بشكل واضح جدا، ولما نشوف الإحصاءات هنجد إن سكان الحضر يقفز حتى في الإعداد الأخير، وده لأنه التغير في التركيبة الحضرية ما بتظهرش من يوم وليلة، بتظهر عبر فترة طويلة من الزمن، وهذا التمدد الحضري بدأ في هذا بعد عهد الانفتاح الإنشاء المدن الجديدة، الهجرة الكبيرة جدا من الريف إلى المدينة، وليس فقط الهجرة من الريف إلى المدينة، الهجرة إلى الخارج إلى دول النفط بشكل وإلى ليبيا وإلى العراق، واستخدام العوامل اللي في شراء العقارات وفي يعني ساعدت هذا الهجرة طلت شوية بعملية التمدد الحضري. التمدد الحضري ده لم يكن في المدن الجديدة فقط ولا حول القاهرة فقط، وإنما كان ايضا في السواحل وفي الشواطئ في البدايات اللي بدات في البحر الاحمر وفي شرم الشيخ وبدات في الساحل الشمالي، كلها بدات في هذا الوقت، ولكن اتمددت اكثر بعد كده وتنظرت بشكل واضح جدا، وكان في نوع من الشكل العمراني الجديد اللي بدات الواجهه العمرانيه للحواضر المصريه بدات تتغير بشكل واضح جدا، وبدا كما لو كان الانفتاح انعكس على هذه وايضا فكره السلاح بدأت التي اطلقت يعني انعكست بشكل او باخر على هذا التمدد الحضري. طبعا انا لا اريد ان اشير الى ظواهر مثل ظواهر الفقر والتهميش والظهور التراكم الكبير جدا والتمدد الكبير جدا للاحياء العشوائيه، لانه ده موجود في كثير من مدن العالم على فكره، يعني لا يجب ابدا، انا دايما أقلق من بعض الناس اللي بيأكدوا على بعض المشكلات في مصر دون أن يقارنوا مقارنة حقيقية حتى مع دول العالم التي نصفها في بعض الأحيان بأنها متقدمة، يعني زي الهند والصين مثلا، حتى الدول الغنية زي كندا مثلا وزي دول، لما نيجي نروح لمستويات الفقر ونعالج مستويات الحماية الاجتماعية، ولكن رغم التمدد الكبير جدا في مستويات الفقر إلا أن السادات كان يدرك إدراك مهم جدا أهمية الحماية الاجتماعية، وإحنا نذكر كلنا المعاش اللي سمي بمعاش السادات، يعني فكرة الحماية الاجتماعية للفقراء واللي هي أصبحت الآن جزء من سياسات الدولة الرئيسية اللي واضحة في برنامج تكافل وكرامة وواضحة في كثير من البرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتديرها بنجاح وزارة التضامن الاجتماعي، هذه البرامج بدأت بشكل واضح في عام السادات. وكان واضح جدا ان في معاش معين في اشكال من التامين بتتم في مظله يعني لم تكن المظله كافيه ولم تكن شامله والى الان ليست شامله، انما انا اتحدث عن بدايات، لانه
مع هذا الانفتاح الاقتصادي الضخم جدا ومع هذا التبادل العمراني الضخم جدا ومع هذه الزياده السكانيه الضخمه جدا صعب جدا انك تخرج الفقراء هكذا يعني لابد ان تبقى بدات في العهد السادسي فكره الحمايه وكان السادات الهدم الكلمه بتاعتي بانه كان بيقدم لنا نموذج ايضا للسلوك المصري الخالص المصري الخالص النقي في علاقته بالقريه. يعني هذه الازدواجيه اللي بين حياه القريه وحياه المدينه، حياه يعني كان دايما رغم ان هو يعني رئيس الجمهوريه ويعيش في يعني عنده امكانيات ضخمه جدا للسلطه والقوه المكان دائما يذكرنا بالجلباب البلدي وبالعبايه مش عايز ابالغ هنا في التاويل واقول ان هو يعني انما على الاقل هذا الكلام يذكرنا دائما بانه الجنوب نحو الحداثه والجنوب نحو الاخذ من الغرب والجنوب نحو التقليد الغربي وتقليد السلوك الموجود في المجتمعات لا يجب ان هو دايما ينسينا الواقع بتاعنا وينسينا الظرف الداخلي بتاعنا وحتى المثقفين لما بيكونوا لهم اصول قرويه كتير منهم غير متعلمين بشكل عام بيهجروا القريه وبيبقوا عندهم رغبه شديده جدا فكان دايما بيذكرنا من الحاجات اللي احنا قد نقدر فيها كثير ان هو يبقى عنده اماكن كتيره يقعد فيها ويروح القريه كتير انما انا شخصيا بشوفها كناحيه ايجابيه مرتبطه في علاقته بالقريه لانه بيخلق توازن ما بين الاثار المصريه والثقافه المصريه القديمه وكده وان كان احيانا هذا السلوك كان بياخد شكل في ابويه وفي ميل الى ربط السياسه بالابويه وربط السياسه والخلق والقيم بالعيب يعني في انتقادات سياسيه بالغه لمثل هذا السلوك ولكنه خلينا ناخد الجانب الايجابي منه ان هو بيذكرنا دائما بانه السعي نحو ان يكون المجتمع له وجه حديث لا يجوز ان ننسينا ابدا ان احنا الجذور التي جئنا منها نحافظ عليها ويبقى في دائما هذا التوافق الشديد جدا ما بين ما هو قديم وما هو جديد وانا مشكور ومشكور معاك بعد ان حدث
بدت يعني كوكبة من العلماء والمثقفين في هذا المجال. ويعني أنا ما عنديش قصص شخصية مباشرة إن أنا أحكيها عن الرئيس الراحل، غير إنه يعني أنا من جيل السبعينات، ويعني كنت يعني كان عمري لا يتعدى 8 سنوات عندما اغتيل الرئيس الراحل. ولكن على الرغم من ذلك كنت يعني كان يستهويني جدا الاستماع اليه، ويعني كان كنت انبهر في الاستماع اليه. انا يعني في رسائل تلغرافيه قصيره، لانه يعني عارفه اليوم كان طويل على حضراتكم، وبرضه لترك المجال للمداخلات سوف احاول ان اعرض اثار سياسه الانفتاح على بعض المؤشرات الاقتصاديه، وخصوصا انه يعني مصر في مرحله من 70 الى او حتى من 74 نقدر نقول الى 80، او حتى لو امتددنا شويه ل 85 كانت مثالا يعني رمزيا للاقتصاد في مرحله انتقاليه شهد نظامها تحولا سياسيا كبيرا من التخطيط الحكومي المركزي نحو اصلاحات ترتكز على اليات السوق. ويعني في هذه الفتره كما تفضل الساده المتحدثون قبلي كانت تم تطبيق سياسه الانفتاح الاقتصادي، ويعني كان الهدف من هذه السياسه هو الانتقال الحقيقه من الاشتراكيه الى الراسماليه وتنشيط الاستثمارات في مصر. وبناء عليه يعني نقدر نقول انه زي ما ذكر الدكتور ابراهيم فوزي انه الناس انتهزت الفرصه لتغيير سلوكها من التجاره والصناعه، والناس اللي كان عندهم اكثر حب بالمخاطره ظفرت بالانفتاح الاقتصادي واستطاعت ان تحسن من يعني وضعها الاجتماعي. ويعني نقدر يعني كما انا لازم هضطر اختلف شويه عن الساده المتحدثين قبلي، لانه يعني في حاجات هختلف فيها بس حاجات انا هتفق معاهم، انه فعلا معدلات النمو بتاعت الناتج المحلي الاجمالي من في الحقبه من 70 الى 81 في الاول طبعا كان في تراجع حتى حرب 73، وده شيء طبيعي لان الدوله في حاله حرب، لكن بعد الحرب ابتدت يبقى في انطلاقه كبيره، ونقدر نقول معدل النمو الناتج المحلي الاجمالي في هذه الفتره وصل لاكثر من 14% في عام 75. وبالنسبه للتضخم برضه كان مازال تحت السيطره ولم يتعدى 10% يعني بكثير. اما بالنسبه للسكان ومعدلات الزياده في السكان وفي قوه العمل في هذه الفتره، هنلاقي انه نسبه السكان اللي في الفئه العمريه ما بين 15 ل 64 كانت تقريبا ثابته في نفس المرحله ال 10 سنين انا يعني مركزه على، او ال 11 سنه من 70 الى 81. ويعني حكايه فكره انه اللي اشار اليها الاستاذ الدكتور احمد زايد انه حصلت في هذه الفتره بالذات زياده في السكان سكان الحضر، هو يمكن السكان
الحجر ولكن زيادة مطلقة، ودي راجعة لفكرة زيادة الأعداد بشكل عام. بالنسبة لي أيضا فكرة الحماية الاجتماعية في إنها ظهرت في فترة الرئيس الراحل السادات، يعني دي أنا بالعكس أنا بشوفها إن هي دي حاجة إيجابية جدا، لأنه يعني سياسة الانفتاح من طبيعتها إن هي هتأثر على بعض الناس، خصوصا إن هما ما يعني ما عندهمش الجراءة للخوض في الاستثمارات والعمل يعني الحر وغيرها. ويعني الدراسات والقائمة على بحث أبحاث ميزانية الأسرة اللي يقوم بها دوريا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشارت إن في الفترة ما بين 74-75 إلى 81-82 يعني إلى انخفاض في مستويات الفقر، وهذا لم يحدث في أي فترة لاحقة ل81-82. فيعني الأرقام يعني يمكن يكون الناس شعرت بإن إنها بتفتقر، لكن الأرقام والإحصاءات بالعكس أشارت إن في هذه الفترة في أوائل فترة الانفتاح ما بين 74 و81 كان بالعكس هناك انخفاض في معدلات الفقر لم تشهده مصر بعد ذلك. يعني مش عايزة أدخل في إنه فكرة إنه سياسات الانفتاح اعتمدت على الاستثمارات الأجنبية والمشاريع المشتركة بين البلدان العربية، وحاولت إنها تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ويعني كانت الخطوط التوجيهية كان أصلاً ابتدت بصدور قانون رقم 43 لسنة 74 في منح امتيازات ضريبية للشركات الخاصة الأجنبية وعلى شكل إعفاءات ضريبية وإعفاءات أيضا في قوانين العمل ورخص الاستيراد والتصدير، وأيضا ظهرت قوانين للسيطرة على أسعار الصرف وتسمى أيضا السيطرة على معدلات التضخم. وكان يعني من الميزات لهذا القانون أيضا وبين الاستثمارات الأجنبية هي المناطق الحرة اللي ظهرت زي ما حصل في بورسعيد، كانش في مدة للإعفاء أو غيره، لأن بعد كده السياسات تغيرت. ويعني زي ما يعني كان ملخص انه فعلا نمى الاقتصاد المصري في المرحله ما بين 74 وحتى 81 او 85 كمان بنسبه حوالي 8%، وكان يعني ايضا اللي ساعد في معدلات النمو دي اعاده افتتاح قناه السويس طبعا، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، ويعني فده ساهم كمان في اعاده التوزيع اللي اتكلمنا عليها. ويعني طبعا في النهايه هنلاقي انه اثر سياسه الانفتاح كانت واضحه جدا على معدلات الاستيراد والتصدير، زي ما حضراتكم شايفين اللون الازرق هو التصدير والاحمر هو الاستيراد، فحصل ما بين عام 70 و81 وشايفين هي حصلت زياده كبيره. لكن يعني نقدر نقول ان زياده السلع المستوردة كانت أكثر من زيادة التصدير، وفي هذه الفترة خلقت يعني ابتدى يحصل الفجوة وبداية الاعتماد على السلع المستوردة أكثر من السلع الداخلية. يعني الحقيقة راح
رحم الله الزعيم الراحل أنور السادات. ويعني أنا سعيدة جدا بوجودي هنا النهاردة وشكرا. أو مركز مقوس يعتني بالسادات.
بمعنى انه يؤصل لفكر السادات، كيف استطاع السادات ان يدير الاقتصاد؟ كيف استطاع السادات ان يدير الاعلام؟ وهل هذا الامر نستطيع ان نستفيد من هذه الخبرات في الوقت الحالي اذا كان هناك بعض النقاط التشابه او بعض النقاط الاختلاف؟ لاني اعتقد ان بعض ما طرح اليوم يعني لا يعطي السادات حقه، وفي نفس الوقت لا يعطي صوره كامله تقييم كامل موضوعي عما تاخذ السادات، سواء على مستوى الصحافه كما اشار الدكتور، او على مستوى السياسه، او على مستوى التنظيم الداخلي. وبالتالي انا بتقدم بمقترح، اتمنى من سيادتك ان يعني يكون توصيه لهذه المئويه ان في مركز تخص في كان السادات اعتقد في اسرائيل، لكن لا يوجد هناك مؤسسه بحثيه ولا مركز بحثي يحمل اسم السادات. اذا كنا او اذا كانت لدينا الاراده للاستفاده فيما ابدع او فيما اداره السادات، واعتقد ان كل القامات الموجوده التي اشادت بالسادات تستطيع ان تؤسس هذه المؤسسه او هذا مركز البحوث او الدراسات. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. المداخله الان للمحاسب حامد علي. همشي كريم ثلاثة رجل الحرب والسلام، لأنه حقق في السلام اللي كان صعب وتحقق الحرب والشهداء، دي حاجة ما تقدرش تنكرها، لكن أهم حاجة إحنا نستفيد من الأخطاء اللي ممكن عليها أخطاء وقع فيها السادات مثلا. السادات كان بيساير عبد الناصر وهيكل وبعد كده وزير الحكم حكيمهم و كان حتى لما نكتب انه مش عليه وحطه في البلاستيك. خلاص دي ده اتجاه. الموقف الثاني بتاع الساحه الاقتصاد ده كان ما كانش مدروس كويس، كان في استعجال فيه، كان في اخطاء رهيبه فيه، قلب المجتمع قلبه جامد جدا. الناس حتى الرجل الاقتصادي بتعاني منها، شجع ناس مثلا حتى ناس رائد المشاركين في زمن المشاركين، وادى فرصه يعني كان في النائب بتاع اسكندريه كان بتاع القرارات، كان نواب القروض، حاجات كثيره ظهرت وفساد كثير ظهر في عصر الرئيس الدكتور علي، شجع الاخوان المسلمين على اليسريين، وبعد كده بقى في خلافات وطنيه بين المسلمين والمسيحيين، قرار اقتصادي اللي هو زياده الاسعار تراجع فيه، كل ده حاجات دي قاعده تدرس ومش بنتكلم عليه يعني انجازاته بس، لا بنتكلم على السلبيات برضه كنوع من الاستفاده. شكرا. شكرا. المتقبل الان الاعلامي ماهر عبد الفتاح. شكرا للمنصه، والحقيقه انا بشكر الدوله ومؤسسه وزاره الثقافه والمجلس الاعلى للثقافه انه اهتم بذكرى ميلاد الزعيم العظيم، واللي كنت اتمنى انه كان يبقى عام 2018 هو عام انور السادات مش 25 ديسمبر فقط. الحقيقه بتحسب للزعماء في تاريخهم نجاحهم من فشلهم من مجمل اعمالهم. يعني احنا بنبحث عن مجمل اعمال الزعماء الكبار والنقاط التحول اللي خلقوها ونوصفه بالنجاح او الفشل. السادات ان كان له بعض الاخطاء اللي لاحظت ان مساه بعضها الان، هذه الاخطاء يغفرها له شجاعه تبني قرار الحرب. هذه الاخطاء تغفرها له شجاعه تبني قرار السلام. غيره مهما كانت ميزاته فتمحوها عار هزيمة 67. إن نصر أكتوبر أو قرار الحرب في حد ذاته، السادات لما اجتمع بفريق محمد صادق قبل ما يفكر في قرار الحرب وجد شخص متخاذل حبسه هو ومنعه من إنه يتحرك، وراح أتى بالمشير أحمد إسماعيل بعد ما ترك الخدمة وعينه وزير للدفاع عشان خاطر ينفذ القرار اللي هو متحمل مسؤوليته. هذا الرجل لن يتكرر. الحقيقه انا كان ليا فرصه ان انا اتواصل مع بعض الشخصيات اللي ارتبطت بالسادات من خلال نشاطي، لان انا كنت مسؤول عن البرامج السياسيه
في اخبار التلفزيون، ويمكن حضرات الوزراء كانوا ضيوفي في بعض البرامج، وكان لي فرصه ان انا التقي ببعض من تواصلوا واتصلوا وعملوا مع انور السادات. من اولهم يمكن السيده جهان السادات لما تحدثت الي عن ان هذا الرجل كان في بيته مجرد زوج لا ينقل اسرار الدوله الى بيته، اي انه كان رجل دوله من الطراز الاول. لما التقيت مع الدكتور صوفي ابو طالب رحمه الله عليه قال لي انه عمل مع جمال عبد الناصر، وعمل مع محمد حسني مبارك، وعمل مع انور السادات، لكنه كان عندما يجلس مع جمال عبد الناصر كان يعرف ماذا سيفعل، وفي كثير من الاحيان كان جمال يتاثر بمحيط به. وكذلك كان الامر مع محمد حسني مبارك. اما السادات فكان يقول انه كان يجلس معه وكوكبه من السياسيين لساعات طويله ويستمع اليهم بانصات وينتهوا الى قرارات مهمه يعتمدوها يظن انها ستنفذ، لكنه كان يفاجئ بفكره جديده وقرار مختلف يقدمه الرئيس انور السادات وكان هو الصحيح. في قرار السلام جميع المحيطين به لم يكونوا يتوقعوا انه كان سيصل او سيسافر الى اسرائيل. المرحوم اسامه الباز قال لي ان هو لما راح القدس الرئيس السادات كلفه بانه يكتب خطاب الكنيسه، كلف اسامه الباز انه يكتب له خطاب الكنيسه، وكلف الدكتور عصمت عبد المجيد انه يكتب خطاب الكنيسه، وكلف المرحوم موسى صبري انه يكتب خطاب الكنيسه، والثلاثة انتظروا أنه سيقول خطابهم هم، لكنهم فجأة أنه أتى بشيء جديد ومختلف لا يعرفون عنه شيئا. خطاب الكنيسة الذي ألقاه السادات خطاب يجب أن يدرس في المدارس المصرية، لأن الصهاينة عندما كانوا يستمعون إلى السادات ما كانوش بينصتوا، ده كانوا بيتسنطوا، لأنهم كانوا يبحثون عن تكئة ينفذون إلى هذا الرجل ليهاجموه أنه داعية أو أنه لا يقوم بما ينويه. السادات رجل لن يتكرر، وكان يجب أن يحتفى به بأكثر من هذا. شكراً. تم تكرار أنه من كان منكم بلا خطيئة يرجون بعد حجاره، يعني هذا امر موجود. اللواء طيار حسين القفاص اسف. هذا شنو؟ يعني حضرتكم يعني الدكتور اي حد انتبه حكايه السادات بتتكلموا على الرئيس كان رئيس مجلس الدوله سويه. ده هو مسك دوله من نهار في حرب. الحرب دي مالهاش تواجع في اي حاجه. كان ممكن الراجل قاعد كده عادي في بلد عاديه جدا. طب الحرب اللي خضت عشان نرد الزفت بتاع 67 وراجل عام على الشباب وعارف يعني ايه معاناه لما عمل موضوع بتاع الحرب هيستغل بس الجلابه اللي اتبهدلوا فكروا مدن القناة هي الوحيده اللي تخسرت بهزيمه الزفت 67. فحضرتك بتتكلم عليكم راجل كان بلد سويه بتاع لا نجم قال الاستاذ نجم اتقتل ابدا لا اتقتل ابدا. انا عشت الهزيمه وشفتها بعيني وانا طالب في الكليه كلها. طالما بتتضرب سوريا يعني بتتضرب بالكذب في سيما وقت اتبهدلت في الهجره. بل ما حدش حاسس بيها غلط لا احنا مهجرين. لما حد يعمل حاجه بدأ بقى تعمل كنال وبدأ انه يدرس كنال لانها المنفذ الوحيد. فلو سمحتوا الانتخاب لازم نعرف رأي كان ماسك ايه. مش بلد عادي. ده بلد منهار ومن قوه عمل السلام بين الرجلين. ولا حد قال له سابق عصره. شكرا. شكرا. سعيد جدا بتذكر يعني المأوية بتاعت
رئيس السادات مجلس اعلى السجن. هي ملحوظه ما اعرفش اذا كانت اتقالت ولا لا، انه رئيس السادات يمكن لم ينهله القدم. يعني اقل فتره زمنيه يمكن عدها يعني بالنسبه مثلا للرئيس حسني مبارك يعني. فممكن هو كان تدارك الاخطاء كلها يعني لو كان امهله القدم، لو حتى كان فيه إهمال في الجانب الاجتماعي والحياة دي احتمال كبير جدا ان هو كان يتداركها، لانه الراجل كان يعني بيعمل مدن جديده. يعني لا ننسى المدن الجديده الكباري زي 6 اكتوبر يعني، وكان شغال على الصعيد التنموي بشكل جنبا الى جنب يعني الى القرارات العظمى اللي هي بتاعت الحرب والسلام. فانا متهيألي انه لم ينهله القدر، لكن انا كنت اتمنى مناقشه يعني اللي هو يعني استبدال التكفيريين او التنويريين اسف بالتكفيريين. يعني هي دي اللغز الحقيقه اللي انا مش قادر ان انا استوعبه، يعني من رجل بهذه القامه ان يكون في هذا الاستبدال او ان احنا ننجرف في هذا التيار الى ان لازلنا نعاني منه حتى الان. شكرا جزيلا. المداخلة الآن للدكتور حسام عطا، خليك تفضل. مساء الخير. الحقيقة يعني كما يعني أشرت حضرتك والسادة الكرام إلى أن معونية رئيس السادات التي نحتفل بها لنرى من زاوية إيجابية يستحقها بالفعل. في تقديري أنها شديدة الأهمية وعلى المستوى الثقافي، وأن حدوثها من المجلس الأعلى للثقافة إطلاقها من المجلس الأعلى للثقافة عمل بارز يأخذ طبيعة تكاد تكون مبادئة أو ربما صدمة، لأن معظم لجان المجلس على الثقافة لسنوات طويلة، ومعظم المثقفين المصريين الجادين في تقديري كانوا يسار يرفضون كان ديفيد، ولديهم عليها ملاحظات شديدة يعني. فأن نعيد تقييم من زاوية ثقافية أمر السادات فهذا إنجاز كبير. وأنا بأسلم بذلك المجلس على الثقافة، ويعني حاولنا في مؤسسة روزا يوسف العدد الموجود في السوق الموجود في الشارع دلوقتي أيضا اسمه نوعية أنور السادات، كان تقدير مجلس التحرير اللي أظنه إنه هو زاد تقدير مجلس الثقافة ربما، إنه مضى وقت وقد ورث الأبناء أحقاد وخلافات الآباء العنيفة تجاه أنور السادات ودولة السادات ورؤية السادات وإنجازات السادات، وأنه بعد مضي زمن كبير على أنصار أكتوبر وعلى كامب ديفيد، والا ان المختلفين والمتفقين حول الرئيس السادات لا يمكن ان ينكروا تاثيره الهائل ولا محدود في تاريخ مصر الحديث والمعاصر على المستوى المصري وعلى المستوى العربي والمحيط الاقليمي ورؤيته الخلاقه. لكن مدهش انه المحاور خلت من تقييم للسبعينات الثقافيه. والسؤال الحقيقه اللي انا كنت اتمنى ان اطرحه يعني على دوله الرئيس السادات لمن جواه لوزرائه الذين عملوا الى جواه، يعني اذا كان انهيار الثقافه المصريه احد الثوابت الثقافيه في ظل القناعات بان الستينات كانت ازدهارا، انا في تقديري ان هذا هو الامر الذي يجب ان نعاد مناقشته مره اخرى. هل عسكره التعليم بدات من 1952؟ هل عسكره الثقافه ايضا بدات من 1952؟ هل كان السادات يحاول ان يعيد
منح مناخ للحيوية، رفع القبضة بتاعيات الدولة التدخلية القوية على إنتاج الثقافة والفنون وعلى رعاية التعليم. يعني أسئلة مطروحة، لكن بالتأكيد لم يكن لم تكن السبعينات انهيارا تاما ولم تكن الستينات ازدهارا تاما بالتأكيد، يعني خاصة على صعيد تخصصي. يعني المسرح المصري بدأ موجة المسرح التجاري العنيفة والهزلية والخشنة والمبتذلة في بعض الأحيان بعد هزيمة 1967. بعض الآراء قالت أن موسم 1970 في المسرح المصري كان آخر موسم للمسرح الجاد، وأنه خطة الخداع الاستراتيجي هي التي رسمت موسم 1971 لمسرحيات كله في الجنينة وإطلاق الفرس وإبعاد الرأي العام عن مناقشة فكرة المعركة، لذا كان جزء من خطة الخداع الاستراتيجي. لكن السؤال الذي لا أجد إجابة له حتى الآن، لماذا تراجعت نسبة الثقافة والإنتاج الثقافي في الموازنة العامة للدولة بعد انتصار أكتوبر؟ يعني لماذا استمر هذا الانهيار؟ يعني دي أسئلة الحقيقة معلقة، يعني فأرجو منكم شكرا. شكرا 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 دكتور هلا أبو علي. قالت إن أنا لا تريد أن تعقب على النقيب. تفضل. يعني أنا الحقيقة مش هعقب، ولكن هشكر يعني السادة الحضور، وطبعاً أؤكد إنه يعني دايماً كل حاجة لها إيجابياتها وسلبياتها، وإحنا يعني في صدد احتفالية، فيعني من الأفضل إن إحنا يعني نتعرض للإيجابيات أكثر من السلبيات. وما فيش شك انه في الكثير من الابحاث العلميه التي درست المرحله ويعني عقبت عليها بشكل ايجابي وبشكل سلبي، علشان يعني مهم ان احنا يعني للتقدم للامام، وهذا لا يمنع انه يعني يوجد المزيد من الامكانيه من الاستمرار في البحث والدراسه. وشكرا جزيلا. شكرا. هناك دكتور احمد زايد، هناك ارجو ان تتابع ما يقول احد الزملاء، ان المتابعه والرقابه الاداريه هي التي تؤدي الى الفساد. هذا مسألة صعبة جدا. أي رقابة إدارية هي مفيدة بالتأكيد إذا كان لها توجه نحو القضاء على الفساد ونحو العمل الجاد على الخطر، لابد أن تكون مفيدة، لأنه أنا أعتقد أنه الدور اللي بتلعبه الرقابة الإدارية كان مثلا يعني في متابعة بعض قضايا الفساد يجب أن احنا نفرغه منه. لأنه وعلى فكرة الرقابة موجودة في مجتمعات كثيرة، والمجتمعات يعني في عملية الرقابة تاريخ المجتمعات هو تاريخ الرقابة، وتاريخ السياسة هو تاريخ الرقابة، وتاريخ اللي يقرأ ميشيل فوكو مثلا يعني يكتشف إنه كل الحياة مراقبة. فأنا أجلس هكذا لأني مراقب، وأنت تجلس هكذا لأنك هذه الظروف التي تحيط بها بنا، وهذه الغير التي خلقناها عبر الزمن، وهذه الثقافة التي نخضع لها جميعا، وهذه الأطر من التعليم ومن الصحة ومن التخيلات المختلفة وصور الخطاب المختلفة اللي بتمتع عليها المؤسسات كلها بتجعلنا أكثر انضباطا. فنحن لا يقتل بعضنا بعضا ولا يعتدي بعضنا، ده جوهر الرقابة في المجتمع. انا عايز اقول ان واحد تعريفات المجتمع تعريفات ان هو ينجح في تطوير الرقابة تجعله قادر على انه يستغل امكانياته استغلالا جيدا موارده من اجل الصالح العام ومن اجل مصلحة المجموع ومن اجل المزيد من المساواة ومزيد من الحفاظ على الكرامة الانسانية. فقيمة الرقابة الإدارية بهذا المعنى وفي هذه الموضوع لها جوانب إيجابية، يعني إن إحنا أنا في وجهة نظري يعني إن إحنا دائما نروح
ناحيه النواحي الايجابيه، لانه انا بشوف انه كتير جدا من الجوانب اللي احنا بتعطلنا احيانا عن اداء مهامنا، وكثير من الحديث عن المسالك والحديث عن الاشياء اللي فيها جوانب سلبيه. ولذلك حتى احنا لو ننظر الى التجارب التاريخيه بقى، تجربه الرئيس السادات او تجربه عبد الناصر او تجربه الدكتور مبارك او اي تجربه تاريخيه او حتى تجربه محمد علي، هم خلاص اصبحوا في حكم التاريخ، ولا يجب ان احنا نتحيز نحن ضد او نحن مع او نحن لا، نحن نتعلم دروس. يعني مثلا يعني انا هدي مثال من السادات، رفض كل الاختلافات التي نختلف عليه، ولكن هو يعلمنا ان السياسه اذا لم تكن فيها اختراقات فهي لا تنتهي، وانه السياسي الناجح هو الذي عند لحظه معينه لابد انه يعمل اختراقات، وان المجتمعات لو تركت هكذا رتيبه لمده 30 سنه كما حدث مثلا في عهد حسني مبارك تنفجر لو تركت رتيبه بهذا الشكل، لانه من اصل الكاريزما واصل الاختراق الاثنين شبيهين، لان الكاريزما بتعمل اختراق، لما يظهر قائد كاريزمي كده يعمل اختراق هو نفسه بجسده وبكلامه وبطريقته، انما لو ما فيش كاريزما يبقى محتاج ان هو نفسه يعمل يخلق الكاريزما، وتبقى الكاريزما اختراقات تتعمل في لحظه تاريخيه معينه، ولكن محتاج تدخل سريع، تدخل جراحي يعمل قلبه في الموازين ويستبعد ناس ويخلي ناس تدخل ويخلي الايجابيين يدخلوا اكثر ويستبعد السلبيين اكثر. السادات ده درس مهم جدا جدا، كل في حياته كل طريقته في الحكم، واحنا سمعنا من قال الاخ في حكايه اسرائيل والخطاب بتاع الكنيسه انه هو بيسمع هو ده يعني بيقدم لي نموذج سياسي الحكيم القادر على ان هو يسمع ويتامل، قد يعني يعمل اشياء خاطئه زي حكايه الاخوان والاستعانه بيهم وكده يعني، انما هذا الدرس انا اعتقد انه هو مهم جدا. ونحن نطيب بنتكلم ده مع محمد علي، بس النقطه التعليميه اللي عملها وانشاء الجيش المصري انه ينشا من المصريين، وهو ده اللي بيخلي الجيش المصري الى الان يحتفظ بكيانه المتميز القادر على الاستمرار والقادر على ان هو يبقى جيش حرفي منظم، مش لانه مصري من المصريين وبيمثل كل المصريين، ما جابش بقى الشرطه ولا الجراكيسه ولا الاطراف ولا المرتزقه وعمل منهم جيش يعني، فانما نحافظ على هويه الجيش بهذه الطريقه ومستقل وحرفي بهذا الشكل، ويبقى عنده يعني والتعليم طبعا اهميه التعليم، لان هو اللي بعت البعثات هو اللي عمل المدارس الحديثه، وهو فكل تجربه فيها حاجه ممكن احنا يعني القاده بتوعنا واحنا في المجتمع نستفيد منها. في انا اسف يبدو ان انا اطلت من الشكر. شكرا دكتور زايد، والتعقيب الاخير للاستاذ الدكتور ابراهيم فوزي فريق. شكرا جزيلا. الحقيقه الندوه دي يعني انا بقول هي تذكره لنا بان عندنا في تاريخنا حضور عظيم، ليس في تاريخنا فقط ولكن في تاريخ العالم كله، ومعارك عسكريه خاضها اكثر من 600,000 انسان مصري قعدوا في الدشم وبياكلوا الامها وكذا وكذا، وزي ما سياده اللواء قال لنا الطيارات اللي بتضربهم بالليل وبالنهار والحكايات كلها اللي مرتبط ببنته وابنه وزوجته. انا في تقديري يعني في توجيه الى مجلس الثقافه من الاحتفاليه مش على المستوى الدائم، وانا في تقديري اي احتفاليه لن تكون على المستوى الدائم، انما الذي يجب ان يحدث هو مجموعه افلام تسجل بطولات افراد الجيش المصري من حرب الاستنزاف الى العبور العظيم. هناك قصص رهيبه لا يصدقها اي انسان. سياده اللواء قال لنا اللواء علي حفظي لما راح في امريكا، وسامي فرج قال لما راح في انجلترا. طب اين هذه؟ نقعد نتكلم فيها شهر وكده وبعد شويه الناس تقول ده بيتكلموا يعني كلام غير موثق. انا في تقديري ان عفوا سامحوني
يجب أن تتم هذه المهمة ويجب أن تتصدى لها القوات المسلحة لبناء تاريخ يجب أن يبقى في ذاكرتنا مش بس 100 سنة، مئات السنين. احنا بنشوف دلوقتي لحد دلوقتي المعارك بتاعة الحرب العالمية الأولى والقصص اللي هي مرتبطة بيها والمعاناة اللي كانت بتتم والحيل والاكتشافات العلمية لما الإنجليز بيفجروا القنبلة في مع الألمان إلى آخره. هذا يجب أن يتم يعني يخصص له موارد في أقصى سرعة قبل أن يعني ينتهي ربنا يطيل في أعمارهم السادة اللي هم لديهم هذه القصص. ما ذكره سيادة اللواء القفاص أن احنا أهملنا السادات اللي أخذ حرب انتهى، نحن لم نهملها، لكن احنا جينا بنلتزم بالجلسة بتاعتنا وهي تنحصر في السادات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. أنا متشكر كان في الناحية العسكرية ولا أي حضرة دكتور أحمد ولا إنما أنا عديد وحضرت واستمعت إلى سيادتك. أنا مش حضرتك أمال ماضي. إنما يعني عايز أقول إيه؟ إحنا كنا بنحاول ندي بعد جديد للسادات خارج النطاق العسكري اللي هو كل برامج التوك شوز في التلفزيون، كل الأحاديث، كل المقالات اللي بتطلع بتذكره وتذكر قيادته للجيش وحكمته ورؤيته وعظمة اتخاذه القرار بصورة احنا يعني لا نستطيع ان نجادل فيها المتخصصين. ويعني سامحنا اذا كنت طرف ان احنا بنقدر احنا نشيلك فوق دماغنا بدون خالص. شكرا دكتور ابراهيم، ولعل من يتم فيه ما تفضل فيه دكتور احمد زايد نحن نتعلم منه دروسا ما كتبوش بدات من هذه بعضها اخطاء وبعضها بعض ليست جيده او